بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله بإذن الله في الوحدة الأخيرة وهي الإنترنت والأوتلوك. أول حاجة هنتكلم عنها في الإنترنت يعني إيه WWW. WWW هي اختصار لكلمة World Wide Web. World Wide Web يعني إيه؟ World Wide Web يعني الشبكة العنكبوتية. الشبكة العنكبوتية أو الشبكة العالمية الموسعة. خلاص؟ طيب ننتقل بعد كده إلى حاجة عندي اسمها ISP. ISP معناها عندي Internet Service Provider، يعني الشركة اللي هي مختصة بتوصيل خدمة الإنترنت، يعني هي موفر الخدمة. موفر الخدمة يعني الشركة اللي أنا بروح أشترك فيها علشان توصل خدمة الإنترنت عندي في البيت. طيب ننتقل بعد كده إلى الارتباط التشعبي. الارتباط التشعبي طبعا اي موقع انا بدخل عليه بيكون عبارة عن لينكات. لينكات يعني ارتباط تشعبي، يعني عبارة عن عنوان عند الضغط عليه بينتقل الى صفحة معينة بتحتوي على محتويات على حسب محتويات كل صفحة. ده معنى كلمة او معنى الارتباط التشعبي. عندي معنى آخر وهي محركات البحث. هناك الكثير من محركات البحث، أشهر هذه المحركات هو الجوجل. طبعا الجوجل هو أحد محركات البحث. في عندي في الياهو، ده محرك بحث في الكثير من المواقع، ولكن عند أشهر هذه المحركات هو مين؟ هو الجوجل. عندي معنى آخر وهو RSS. RSS دي خدمة بتساعد على معرفة آخر أخبار المواقع، فبدل ما أنا أحتاج إن أنا أزور أفتح كل موقع على حدة لمعرفة آخر أخبار فيه، لا، هذه الخدمة اللي هي RSS بتساعدنا على معرفة آخر أخبار المواقع. في معنى آخر نتعرف عليه وهو البودكاست. البودكاست بودكاست يعني إيه؟ عبارة عن مجموعة من ملفات الوسائط المتعددة اللي تحتوي على الصوت المرئي، يعني الفيديوهات على سبيل المثال أو الأصوات فقط، يتم نشرها عبر الإنترنت، ويمكن الاشتراك في بعض المواقع التي توجد بها خدمة بودكاست لتنزيل هذه الوسائط أو هذه الملفات الصوتية أو المرئية أو الصوتية والمرئية معا. طيب ننتقل بعد كده إلى عبارة عن مزيج ما بين خدمة أو بروتوكول نقل النص التشعبي بشكل آمن مع خدمة تصميم المواقع لكي تكون بشكل مشفر أو شكل آمن، فهي تختلف تماما عن الـ HTTP، ولكن HTTPS فهي آمنة لأنها تستخدم أو تعتمد على الجانب الأمني الذي يغفل عنه بروتوكول HTTP. فبروتوكول HTTP لو أنا جيت أدخل أحد المواقع، وليكن على سبيل المثال أحد المواقع البنكية، في بعض الناس اللي هم بيعمل على أسلوب أو بيشتغل على أسلوب التحايل، إن أنت ممكن تيجي تدخل مثلا على سبيل المثال على موقع البنك الأهلي، فهو يغير فيه حرف واحد فقط، بيعتمد على ان المستخدم العادي اخطأ، فبدل ما يدخل على موقع البنك الاهلي الحقيقي اخطأ في حرف واحد فدخل على موقع البنك الاهلي الخاص بالاحتياليين او النصابين على الانترنت، فتدخل وتبدأ تدخل اليوزر نيم والباسورد، يبدأ هو عارف اليوزر نيم والباسورد بتاعتك، وبالتالي يدخل هو على الموقع الأساسي للبنك الأهلي ويبدأ يتعامل في حسابك، يسحب فلوس أو يحول إلى آخره. ولكن الـ HTTPS رعت هذه العملية، فهي بتعتمد على حاجة اسمها الشهادات الرقمية أو الأسلوب الأمني الشديد في التعامل مع المواقع. طيب ننتقل إلى معنى آخر وهي الشهادات الرقمية للمواقع. الشهادات الرقمية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شهادات يتم تنصيبها او عمل وضعها او عمل انستليشن ليها، تنصيب على خادم مضمون، على احد الخوادم المضمونه. هي تستخدم ليه؟ تستخدم لتحديد هويه الشخص الذي يستخدمها. كمان ايضا بتستخدم في تامين
بيانات بطاقات الائتمان والبطاقات الأخرى أو البيانات الأخرى المهمة للشخص، وهي أغلب الأحوال بتستخدم في المواقع التي تتعامل مع بطاقات الائتمان، سواء المواقع التجارية عبر الإنترنت أو أحد مواقع البنوك التي تسمح للمستخدمين بالتعامل سواء بالسحب أو استخدام الخدمات المصرفية الأخرى عبر الإنترنت. ننتقل بعد ذلك إلى مخاطر الإنترنت. طبعا احنا عارفين الإنترنت ليه إيجابيات كتيرة، منها الإيميل الإلكترونيك ميل يعني أو البريد الإلكتروني، منها الشات المحادثات، منها المجتمعات الافتراضية زي الفيسبوك، منها التجارة الإلكترونية اللي أنا أقدر أبيع وأشتري من خلال الإنترنت، منها تحميل الكثير من البرامج والملفات والمعلومات والتعرف على المعلومات والثقافة العامة. فهناك الكثير من مميزات الإنترنت، ولكن لابد ألا نغفل عن مخاطر الإنترنت. فالإنترنت عندي فيه الكثير من المخاطر، ولكي أتجنب هذه المخاطر لابد أولا من تحميل أحد برامج حماية الفيروسات على الجهاز بتاعي، استخدام أحد برامج الجدار النارية التي تحميني من الهاكرز والاختراقات، عدم الإفشاء عن بيانات شخصية عبر الإنترنت لأشخاص مجهولين، عدم فتح أي رسائل بريد إلكتروني من أشخاص مجهولين. دي بعض الإرشادات الهامة اللي لابد إن أنا يعني يتم الأخذ بها لتجنب مخاطر الإنترنت. ولابد ايضا من تحديث برامج الحمايه، مش يعني مش ان انا انزل برنامج حمايه واكتفي بذلك، ولكن لابد من تحديث برامج الحمايه لكي التعرف على الفيروسات الحديثه. وايضا بالنسبه لبرامج الجدار الناريه، لابد ان انا استخدم نسخ اصليه، نسخ حديثه، نسخ محدثه عبر الانترنت كي احمي نفسي من مخاطر الانترنت. ايضا عندي الشبكات. اذا تكلمنا عن الشبكات فالشبكات طبعا فيها نوع من انواع الحمايه، سواء كانت الشبكه المحليه او بعض الشبكات الاكسترنال اللي بتعتمد على مواقع بتربط مجموعه من العملاء عبر محافظات او اماكن متباعده. لابد من الشبكه ان هي تحتوي على باسورد، يوزر نيم باسورد، وتحديد صلاحيات المستخدمين او العملاء او الكلاينتس اللي يوم العملاء عندي في الشبكة. لابد ان انا احدد صلاحيات كل واحد، لابد ان انا اعمل باسورد للشبكة بتاعتي عشان مش اي حد يقدر يدخل على الشبكة بتاعتي الا اللي عارف اليوزر نيم او اليوزر نيم والباسورد يقدر يدخل. لابد من تحديد الصلاحيات، لابد من استخدام بعض برامج الحماية التي تقي الأجهزة من انتشار الفيروسات عبر الشبكات. ده بعض الأشياء المهمة عندي أو بعض العناوين الرئيسية لابد إن أنا أتعرفها، اللي هي www أو الإنترنت سيرفيس بروتوكول أو بروفايدر. عندي اليو ار ال اللي هو الارتباط التشعبي، محركات البحث الار اس اس، البودكاست، الاتش تي تي بي اس اللي هو بروتوكول الامان عندي على بعض المواقع، الشهادات الرقميه اللي بتستخدمها بعض البنوك. تحدثنا ايضا على مخاطر الانترنت على وكيفيه تجنب هذه المخاطر وكيفيه تجنب هذه المخاطر ايضا من خلال الشبكات، بان انا اعمل باسورد يوزر نيم باسورد على الشبكه بتاعتي، وتحديد صلاحيات الكلاينتس او تحديد صلاحيات العملاء الموجودين عندي في الشبكه.